صباح الخير أعزائي الطلاب، اليوم رح نتعرف على حرف جديد. الحرف الجديد هو حرف الغين. حرف الغين هو خيو لحرف العين اللي أخذناه قبل، كنا نكتبه بهالطريقة، نصف دائرة صغيرة ونصف دائرة كبيرة، هذا حرف الغين. اليوم حرف الغين هو خيوه ومثله على السطر، هذا السطر من النقطة نعمل نصف دائرة صغيرة بعدين نصف دائرة كبيرة، وإذا تركناه بهالطريقة بيكون خيو الحرف العين. لازم لا يصير حرف الغين نحط له على راسه نقطة. حرف العين كان عنده أربعة أشكال، وخيو حرف الغين نفس الشيء عنده أربعة أشكال. فإذا العين والغين نيناتهم عندهم أربعة أشكال، والفرق بين العين والغين بالنقطة. الغين بأول الكلمة بنكتبها بهالطريقة نصف دائرة من مد لإيدها لتمسك أصدقاء الحروف من هون، وعلى راسها نقطة. الغاء بوسط الكلمة، ودايما حرف الغين وأي حرف بدنا نكتبه بوسط الكلمة أول شي لازم نرسمه بإيده، بعدين الغاء بنكتبه بهذه الطريقة مثل العين بوسط الكلمة، بس إذا تركته هيك بيكون عين، ليكون غين على راسه نقطة بيمسك أصدقائه الحروف من هون ومن هون. والغاء بآخر الكلمة متصلة نرسم له دايما كمان أول شي إيده، وأي حرف تاني بدنا نكتبه بآخر الكلمة متصلة بنرسم له إيده، ومنكتب الغين بهاي الطريقة ومنعمل له نصف دائرة منحط له على راسه نقطة وبيمسك الحروف منها. والغاء المنفصلة نكتبها بهاي الطريقة مثل العاء نفس الشيء، بس الفرق انه على راسه نقطة. فإذا الغاء مثل العاء عنده أربعة أشكال، الفرق الوحيد بيناته انه الغاء على راسه نقطة. السنة نحن رح نتعلم الغاء بأول الكلمة والغاء بآخر الكلمة منفصلة، الغاء بوسط الكلمة بآخر الكلمة متصلة. ما رح نشوفهم السنة بكتابنا، رح نشوفهم سنة الجاي، بس أنا كتبت لكم هن لتكون واضحة بالنسبة لكم، ليكون إذا ما رقوا معكم يكونوا معروفين. هلق رح نشوف الغاء بأشكالها على هيدي الورقة. غاء بأول الكلمة ماسكة أصدقاء الحروف من هون، هي بالأول ما في حرف يقعد قبلها. غاء بوسط الكلمة مسك أصدقاء الحروف من هون ومن هون. غاء بآخر الكلمة متصلة، هون ما في حدا، هون بيمسكوا أصدقاء الحروف، ودايما ما مننسى النقطة عراسة للغاء. والغاء المنفصلة نكتبها بهاي الطريقة. هيك منكون درسنا أشكال حرف الغاء. هلق رح نشوف الغاء مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة. هيدا حرف الغاء على راسه نقطة مع الفتحة غ. غ غو، غ مع الضم غو، الصوت الطويل غو. غ مع الكسرة غي، الصوت الطويل غي. ممكن نشوف الغي مكتوبة بهاي الطريقة، هي نفس الغي هي، بس كتبنا لي الصوت الطويل بهالطريقة ليمسك أصدقاء الحروف منها. وما مننسى الغاء مع السكون بتسكن الحرف ومنلفظه مثل ما هو. فإذن هون منكون درسنا الغاء مع الأشكال القصيرة والأصوات الطويلة، والغاء بأشكال الأربعة. هلا رح نشوف الغاء بالكتاب مع الأصوات وبمواقعها بالكلمة. هاي حرف الغاء، غزال. غاء مع الفتحة غيمة، غاء مع الضمة غراب، غاء مع الكسرة غي غذاء. هاي الغاء بوسط الكلمة مع الفتحة صبغة، غاء مع السكون نلفظها مثل ما هي مغسلة، غاء كمان مع السكون نلفظها مثل ما هي رغوة. وكتبنا الغاء بهالطريقة لأنه الراء من هون ما بتمسك حدا، فإذا ما فينا نكتب الغاء هيك نكتبها بهالطريقة. غاء بآخر الكلمة متصلة صمغ، غاء منفصلة دماغ، وغاء منفصلة فرق. هلأ رح نشوف الغاء مع الأصوات الطويلة. هيدا الصوت الطويل آ مع الغاء غا
غابة. الصوت الطويل أو غا مع الأو غو غو بر غوث. والصوت الطويل ي غا مع ي غي غي را غيف. شفنا كيف كتبنا الغي مش بهالطريقة، بهالطريقة لأنه بدها تمسك حرف الفاء. هلق رح نقرأ حرف الغاء مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة عن الكتاب. غا مع فتحة غ، غا مع ضم غ، غا مع كسرة غ، غا مع الصوت الطويل آ غا، غا مع الصوت الطويل أو غو، غا مع الصوت الطويل إي غي. غ غي غو غي غا غي غو غا. غزول بزوغ الشمس رغيف. فارغ فارغ. غسيل غسيل. غصن غصن. غا غو غا غ. غا سلا غسلا. غزول غزول. غسيلا غسيلا. غروب غروب. غردا غردا. غروب غروب. علا على. غصني غصني. صنوبر صنوبر. قال قال. غروب غروب. أنا أنا. جوعان جوعان. بطني بطني. فارغ فارغ. وهيك منكون درسنا حرف الغاء مع الأصوات القصيرة والطويلة.